السلام عليكم. الفيديو ده انا هدي فيه اكزامبل على الاوبجكت اورينتد موديلنج واليوم ال، بناء على طلب البعض ان هو حس ان الموضوع ما كانش مفهوم قوي في الفيديو اللي فات، فهندي اكزامبل بالتفصيل وهنرسمه مع بعض او شبه هنرسمه. انا اوريدي رسمته وان حسيت ان هو هياخد وقت كبير جدا ارسمه معاكم، يعني الفيديو مثلا ساعه ونص ومش محتاج يعني يبقى ساعه ونص، فانا اوريدي رسمته وهمشي معاكم في الخطوات واحده بواحده. اولا انت عشان ترسم اليوم ال بتاعك ممكن ترسمه على يعني حاجات كتير، يعني في ناس مثلا بتحب ترسم على الاوتوكاد اي حاجه، طبعا دي مش بروفيشنال قوي بس بترسم، بترسم على الباوربوينت مثلا. لو انت عاوز تعمل ايه الحاجه الموست بروفيشنال واللي هي اصلا متصممه كده هي الفيزيو. الفيزيو ده برنامج تبع الاوفيس، بس ده بينزل في البروفيشنال فيرجن او بتنزله لوحدي، فده تبع مايكروسوفت اوفيس. ده وظيفته بيرسم اي نوع من انواع الدياجرامز اللي تتخيلها، دي شغلته. ما احنا مثلا لو جينا مثلا نكريت نيو فايل بيقول لك اهو انت عاوز نوع الفايل بتاعك يرسم ايه، بيزك دياجرامز، بيزك فلو شارت، مش عارف ايه، كل الكلام ده، ومنها اليوم ال كلاس ده اللي احنا بنرسمه. فمجرد ما بتقول له انا عاوز ده، انا اوريدي عشان فاتحه بس، فهو فبيجي عندك هنا ويقول لك اهو والله عندك كل الحاجات ممكن ترسمها. فده مثلا ادي كلاس، انا عاوز ارسم كلاس ومقسمه التقسيمات بتاعتك، الاسم فوق وبعديه البروبرتيز او الاتريبيوتس، وبعد كده في اوبريشنز، وبعد كده مثلا ادي كلاس تاني والعلاقات كلنا احنا عارفينها، الانستنس او اللي احنا كنا بنقول عليها سبسام، هنا بيسميها انهار، اسف الانهارتنس، هنا بيسميها انهارتنس، احنا كنا مسمينها سبسامشن. وبمجرد بتوصل ده كده اهو يبقى ده كده سبسيومد من ده. علاقات تانية اسوسيشن مثلا، دي باي دايركشنال عشان ما فيهاش اسهم، في دايركت اسوسيشن بسهم، في عندك الاجريجيشن وفي عندك الكومبوزيشن، فدي العلاقات بتاعتنا اللي احنا بنستعملها. فده يعني بيسهل الرسم وبيخليه بروفيشنال وسهل جدا. فدي كده اول حاجه. ماشي، احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا هنجيب ده هنعمله، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ده جزء من ديسكريبشن بتاعت بيم موديل، وظيفته ان هو بيلينك الاونلاين سيستم مع البروكيورمنت سيستم بتاعنا، يعني هو بيعمل اونلاين سيستم كامل للتوريدات. فده الموديل بتاعنا. هنا الموديل يعني اتعمل الاول على شكل بوليت بوينتس، هو مجرد يعني قال والله الافكار صخ كتبها كلها، وبعد كده فضي حوالي يوم قال. فاحنا دي وظيفتنا في الفيديو ده، احنا مجرد كلام، مجرد كلام على ورقه بوليت بوينتس، نشوف ازاي نحول الكلام ده لبروفيشنال يو ام ال، اللي هو في النهايه اي حد مبرمج ممكن اديله الكلام ده هو يعرف يعمله لي، يحوله لي برنامج، بحيث يبقى حاجه ستاندردايزد جلوبال اي حد يفهمها، مش مجرد يعني انت لازم تفتح الكود بتاعك وانت تفهمه، لا ده يو ام ال دايجرام اي حد يعرف يتعامل معاه. تمام، فنبدا البن انك. اوكي، ادي اول بوليت بوينت بتقول لك عندك حاجه اسمها انتيتي كود بي building element or building product. تمام، يبقى اللي تحتيهم خط دول عباره عن classes او sub classes او instances. فاحنا عندنا هنا entity قد تكون كذا او كذا، ف entity كده هي اللي هتبقى فوق، هتبقى ال class، وهيتفرع منها حاجتين building element و building product. طب نوع العلاقه دي ايه؟ could be. could be اللي هي ايه؟ قد يكون، يعني اللي هي is a. is a لو نفتكر اللي هي ايه؟ subsumption. فإذا سبسامشن اللي هي الانهارتنس اللي هو السهم المفرغ العادي. فلما هنيجي هنا نرسمها هتبقى بالشكل ده، ادي انتيتي وادي البيلدنج اليمنت، والبيلدنج اليمنت از ا انتيتي والبيلدنج برودكت از ا انتيتي. فدي كده جه هترجمنا اول سطر مجرد كلام ليوم ال. طيب اللي بعده بيقول لك البيلدنج اليمنت اللي احنا لسه راسمينه هنا ده ممكن يكون اللي هي از ا برضو بس من الناحيه الثانيه، بيم، كولوم، كيرتن وول، دور، فوتنج، مش عارف ايه الكلام ده كله. فنفس الكلام احنا جينا هنا اهو وادي قلنا ادي البيلدنج اليمنت قد يكون بيم، كولوم، كيرتن وول، دور، فوتنج، ريلينج، روف، سلاب، ستيرز، وول او ويندو. ونفس الكلام العلاقه كلها از ا، السهم خارج من هنا رايح البيلدنج اليمنت، نوع العلاقه سبسامشن. بعد كده البيندنج اليمنت ده اللي احنا لسه عاملينه ده requires، يعني ادي نوع علاقه جديد اسمه require one or more. ده بيعبر عن ايه؟ المالتيبلستي اللي احنا قلناها قبل كده، اللي هو صفر الواحد ولا واحد ولا الواحد اللي ما لا نهايه، ايا كان المالتيبلستي بتاعتنا. one or more construction material to construct. يبقى انا عندي كده ايه؟ عندي الاوبجكتس، عندي البيلدنج اليمنت والثانيه construction material. العلاقه require،
الأعداد أو multiplicity one or more. فيبقى أنا عندي أدي البيلدينج إيليمنت required to construct العلاقة أهي one or more اللي هي من واحد إلى ما لا نهاية construction material، وزي ما اتفقنا العدد بيبقى الناحية التانية. فالبيلدينج إيليمنت requires to construct one إلى ما لا نهاية أو one or more construction material، وبرضه قلنا نحط بالمرة المالتيبلستي الناحية التانية، فهي هنا طبيعة ممكن من صفر لما نهاية. وتاني الحاجات دي كلها arguable على حسب انت شغال ازاي. في واحد بيقول لك لا دي مش منطقية، انا بالنسبة لي لا construction material لازم ترتبط من واحد الى ما لا نهاية مش صفر. اتس اوكي بس هنا لا، احنا شايفين الماتيريال هي exist سواء بالبيلدنج element او لا، فال construction material من صفر لما لا نهاية. اوكي السطر اللي بعديه ال wall اللي احنا لسه رسمينها has length area volume structural uses الكلام ده كله. هذا اللي هي ايه من الاخر؟ property، هي عندها تلك الخصائص، وانت بتعرف منين البروبرتيز؟ من التوصيف بتاعها اللينث والاريا والكلام ده property. ممكن في الحالات الثانيه هتلاقي البروبرتي دي انت مضطر تعملها لا كانها entity وتشتغل عليها، هوريها لك قدام. فهنا ادي دي كانت ايه الوول صح؟ الوول اه. فلما ننزل تحت على الوول اهي بقى عندها اللينث والفوليوم والستراكشر يوزز والفانكشن والفاير ريتنج والتول ثيك والتوتال ثيكنس والكلام ده. طيب بعد كده قال لك الوول دي بقى is composed of one or more layers. يبقى الوول ادي اوبجكت واللايرز دي الاوبجكت الثانيه، العلاقه is composed of والمالتيبلستي هنا كام؟ one or more. العلاقه هنا is composed of، لو احنا فاكرين كان عندنا نوعين من البار اللي هي دي اللي هي العلاقه بتاعت البارت اوف، وكان فيها نوعين كومبوزيشن او اجريجيشن. فهنا ادي اهي، يبقى ادي الوول وادي اللايرز اللاير، وانا هنا عملتها كومبوزيشن. انا تخيلت ان والله لا مش هينفع ان اللاير دي اكزيست وزوت الوول، فخليتها كومبوزيشن. في ناس تقول لك لا يعني اللاير ممكن تكزيست عادي وزوت الوول، فيقول لها اجريجيشن. فالموضوع ده فليكسبل. فهي اهي اللاير كومبوزد اوف اللي هي العلاقه اللي هي كومبوزيشن one or more اللي هي من واحد لما لا نهاية، واللي عن طريق multiplication الناحية التانية بواحد multiplicity اسف بواحد. تمام بعديها هتقول والله ان ال wall layer اللي رسمينها دي has function material thickness، يبقى دي ايه properties او attributes، فيبقى ال layer ليها function material thickness. طيب الدور كنا رسمينه قبل كده تحت الـ building element، فين فين اهو الدور اهو. الدور ليه خصائص برضو has with the high thickness function fire rating and cost. فهنيجي اهو عند الدور ورحت مزود with high thickness function fire rating cost. ماشي بعد كده الـ building element ادي كده الـ object اللي حاسس عاملينها من شوية has one or more building material. طيب هنا بقى هنا تبان هل هنا البيلدنج ماتيريال دي بروبرتي ولا اوبجكت؟ لو بصيت على تحتها لا البيلدنج ماتيريال دي هاز وان اور مور بيلدنج ماتيريال بروبرتيز، لا ده في تقسيمه تحتيها في تشعب كبير، فهي مش مجرد انبوت بحطه لا دي علاقات لازم اعملها. فبناء عليه يبقى البيلدنج ايليمنت هاز وان اور مور بيلدنج ماتيريال دي علاقه باوبجكت واوبجكت ثاني. قلنا ايه؟ ادي البيلدنج ايليمنت has ادي has one or more building material، يبقى building element وادي building material والعلاقه هي سهم خارج has one or more building material. بعد كده building material has one or more building material properties، تاني نفس الكلام هل دي property ولا مش property؟ فحسب السيستم بتاعنا لو بصينا على البتاع على اسف النقطه اللي بعديها بتقول لك لا دي property دي ليها حاجات تانيه كمان في تشعيبات كتير فيها، فلا ساعتها لا يبقى هنستعملها انها هنا اوبجكت وليست مجرد بروبرتي. فدي البيلدينج ماتيريال هاز وان اور مور بيلدينج ماتيريال بروبرتي. طيب النقطه اللي بعديها بتقول لك البيلدينج ماتيريال بروبرتي ممكن تكون حاجات كتير، ممكن تكون ديسكريبتيف بروبرتي او ابييرنس بروبرتي او فيزيكال بروبرتي او ثيرمال بروبرتي، فدول كده اوبجكتس عندي. وكود بي دي العلاقه، كود بي اللي احنا قلنا ايه اللي هي از ام الناحيه الثانيه سبسامشن. فالديسكريبتيف بروبرتي اسف الديسكريبتيف بروبرتي دي سبسيومد
من هنا من building material property، نفس الكلام appearance property physical و thermal properties، بالعلاقة كلها subsumption. دي طبعا مش مظبوطة، همشيها كده شوية بحيث يبقى كل الأسهم داخلة كده. ماشي. بعد كده قال لك في حاجة عندك اسمها building material اللي احنا عملناها هنا، ولا فين؟ لا اي هنا في building material دي is associated، يبقى دي العلاقة is associated with when multiplicity zero or more building products. يبقى انا دلوقتي بقى عندي ادي object، ودي object الجديدة اللي هرسمها building product، ودي العلاقة is associated with، ودي multiplicity zero or more. فادي ال building material associated with zero or more building products، نفس الكلام. بعد كده برضو ال building material is associated with zero or more construction material، نفس الكلام. الفرق بس ان دي علاقة مع construction material. فادي construction، ادي ال building material associated with zero or more construction material. وتاني ال multiplicity الناحية التانية انا افترضتها، لو هي مش مديها لي انا بفترضها بحيث يبقى السيستم بتاعي complete. طيب بعد كده الكونستراكشن ريسورس ده تايب اوف ريسورس. طيب بقى عندنا اوبجكت اسمها كونستراكشن ريسورس از ا، دي العلاقه اللي مديها لك جاهزه اهي، از ا تايب. فانت عندك كلاس وسب كلاس او كلاس وانستنسز من حاجه كلاس بتاعه اللي هو اسمه ريسورس. فيبقى انا هعمل كلاس اسمه ريسورس والسب كلاس بتاعه اللي هو او الانستنس بتاعته اللي هي كونستراكشن ريسورس، تمام. بعد كده ال construction resource ده ليه انواع، ممكن يكون ايه could be اللي احنا قلنا هي ايه is an، بس بالعكس ممكن يبقى construction material equipment construction material او labor. فممكن يكون construction equipment او labor و construction material احنا كنا عملناها قبل كده اهي، فهنوصلها بيه. فهي construction material السهم بتاعها ماشي ودخل subsumption عادي، هو والكونستراكشن اكويبمنت والليبر في الكونستراكشن ريسورس. ماشي. بعد كده الكونستراكشن ريسورس هاز ان اي دي، الكونستراكشن ريسورس ده ليه اي دي. نفتكر في الانهيرتنس، طالما الكونستراكشن ريسورس ليه اي دي يبقى انا مش محتاج اقول ان الليبر ليه اي دي، هو اكيد ليه اي دي، ان هو بيرث كل العلاقات. عشان كده هو حتى بدل ما يسميها سبسامشن جه في البرنامج قال لك انا اسميها انهيرتنس. فطبيعي يعني طالما ده ليه اي دي يبقى كل اللي تحتيه ليهم اي دي زيه. بعد كده construction equipment has also a manufacturer، عشان كده حتى هقول لك also ان هو already في اي دي فوق، فهنا بقى في manufacturer. يبقى واقعيا construction equipment دي ليها اي دي ومانيفاكتشر، بس انا مش محتاج احط اي دي هنا، ان هو already هينهارت الكلام ده من construction resource اللي هو تبعه اللي هو السب كلاس السوبر كلاس بتاعه. طيب دي خلاص. بعد كده ايه ده، ما علينا. بعد كده construction equipment is made up of equipment parts، is made up اللي هي ايه part of equipment parts. يبقى انا عندي ال equipment parts part of construction equipment، وهنا انا فرضت انها composition. ممكن برضو انت تارجيو وتقول والله لا، يعني الاجزاء ممكن تتواجد لوحديها، ممكن تبقى aggregation على حسب الديزاين بتاع السيستم بتاعك الموديل بتاعك. طيب بعد كده construction material has also a supplier. يبقى construction material، فين construction material؟ اه كانت هناك، ليها supplier. فين supplier؟ فين supplier؟ حطيتها فين؟ اهي فده احد properties supplier. ليه ما حطيتوش ك object لوحده زي ما عملنا في حاجات اللي قبل كده؟ ان لا ده مجرد معلومه، عرفت انها مجرد معلومه، انا مش محتاج اكتر من كده. السيستم بتاعي اللي انا عامله مش محتاج اكتر من كده، لو بصيت له في كل النقط اللي بعد كده محتاجش السبلاير في حاجه تاني. طيب اللي بعده construction material could be اللي هي علاقه is ال معكوسه، قد تكون structure material او finishing material. يبقى construction material وادي علاقه subsumption اهي، وادي اهي structure material قد تكون finishing material قد تكون construction material، تمام. يبقى دي اوكي. اه لا، الاستراكشر ماتيريال اللي لسه عاملينها
دي كمان could be يا اما structure steel يا اما concrete. فادي ال construction structure material اهي، والعلاقة هي subsumption، ودول الحاجتين بس، يا اما structure steel يا اما concrete. طيب الليبر قد يكون نوعين، skilled labor او unskilled labor. فهو فادي الليبر اللي احنا رسمناه قبل كده في ال resources، ادي الليبر برضه نفس الكلام skilled labor و unskilled labor، could be العلاقة يبقى subsumption. بعد كده ال skilled بقى labor has a skill code، يبقى has a skill code، فدي property، يبقى دي property ال skilled labor، فال skilled labor عنده skill code. طيب construction material يبقى دي ال object is associated with، دي العلاقة zero or more multiplicity building product. يبقى هرجع فين فين construction material وفين building product، اهو يبقى is associated with كانت كام zero or more zero or one، من صفر لواحد building product. جميل. بعد كده ال building product could be concrete product, metal product or wood product، فدي علاقة subsumption، دي المكون دي الكلاس ودي السب كلاسز بتوعه. فدي البيلدينج برودكت ودي علاقة subsumption اهي، concrete, material, wood. بعد كده ال wood product could be علاقة برضو wood paneling product, wood framing product, wood treatment product او adhesive product، فنفس الكلام علاقة subsumption، ففين ال wood؟ ادي ال wood وتحتيه الأربعة دول. ماشي. بعد كده an item to purchase refers to one and only one building product، يبقى دي الأوبجكت اهي، item to purchase الحاجة اللي عايز اشتريها، refers to دي العلاقة، one and only one واحد عدد واحد، دي المالتيبلستي، وفين الأوبجكت التانية؟ building product، فيبقى دي البيلدينج برودكت فين؟ building product وال item to purchase اهي، والعلاقة refer to، يبقى ال item to purchase refers to one and only one building product. طيب ال building product ده بقى ايه؟ لي has a code, title, description, manufacturer, supplier and unit price، فدي اللي هي ايه؟ دي ال properties بتاعت ال building product. يبقى ال building product لي code, title, description, manufacturer, supplier and unit price. طيب ال item to purchase اللي احنا لسه جايبينها دي حطيناها هنا فين اهي، has a quantity، فيبقى ده كده احد ال properties بتاعت ال item to purchase، ان ليها quantity. طيب ال building product has العلاقة at least one and no more than 55، يبقى دي multiplicity building product properties. جميل. يبقى دي ال building product، فين ال building product properties؟ كنا حاطينها في حتة صح، لا دي جديدة، تمام دي غير ال building material. يبقى دي ال building product فين 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 فين، طب ندور على 55 أسهل والله. has building product has at least one or more building product properties. اوكي فين هي؟ انا مش شايف اهي، فادي البيلدينج برودكت بروبرتي وادي البيلدينج برودكت، يبقى البيلدينج برودكت خارج منه السهم اهو، has at least one لحد 55 building product property، يبقى دي الخصائص بتاعتي اللي انا عايزها. هنا مثلا كان ممكن يقول لي مثلا طب انت ليه ما حطيتش ال building product property هنا تحت ال building product؟ بسبب ال multiplicity اللي زادت عليه، فبقى الموضوع مش مجرد property رقم بحطه، لا ده فيه علاقات وفيه multiplicity شغاله في الموضوع. تمام. طيب بعد كده ال building product is used with، يبقى دي العلاقه zero or more multiplicity other building products،
ايه other اللي هو ان هو نفسه يعني هو علاقته بنفسه كمان. ايه ال other building product؟ هي ال building product. يبقى ال building product is used with صفر او zero or more is used with، وزي ما احنا شايفين ملهاش direction، دي both by directional. ليه؟ ان هو ده building product ده building product كده، من building product الى building product، وكده برضو نفس الكلام، فعشان كده هي by directional مش unidirectional. طيب بعد كده ال customer، يبقى دي كده entity جديدة عندي او object جديدة عندي. could be دي العلاقة a corporate customer او individual customer. يبقى انا بكريت object جديدة اللي هي ال customer، وال customer ده قد يكون يا اما corporate يا اما individual، يبقى دي علاقة subsumption بين الاتنين وال class بتاعهم الكبير. بعد كده a preferred individual customer is a subtype of individual customer. خلاص يبقى دي preferred individual customer و subtype نفس العلاقة subsumption من ال individual customer. ممتاز. طيب ال customer بقى ليه ايه؟ has billing address, shipping address, email address and phone number. يبقى دي ال properties بتاعت ال customer. فادي ال properties بتاعت ال customer، ال billing وال shipping وال email وال phone number. طيب ايه بس ال properties بتاعت ال preferred individual customer؟ هيورث بتاعت ال individual customer اللي هي customer name، لسه هنقولها قدام، وبرضه هيورث ال billing address وال shipping address وال email address وال phone number. يعني واقعيا ال preferred individual customer ايه ال properties بتاعته؟ billing address, shipping address, email address, phone number, customer name and member number. كل دول هنا عن طريق ال inheritance. طيب ال corporate customer has also، دي هذه العلاقة اللي هي تبقى property، corporate name و contact person name. فادي ايه؟ ال corporate customer ليه ال corporate name وال contact person name. طيب بعد كده ال individual customer ليه customer name. يبقى individual customer ال property بتاعته customer name. ال preferred individual customer has a member number. preferred individual customer ليه ال member number بتاعه. ممتاز. دي قلنا خلاص. اوكي بعد كده ال customer owns one or more at least one credit card. يبقى كل customer، ادي customer ليه at least owns اللي هي علاقة has، او ممكن تقعد تسميها owns ماشي، owns one or more credit card. one or more credit card. والcredit card ده ما ينفعش يرتبط غير بكاستمر واحد فقط. فده يعني بيقول لي ايه؟ بيقول لي multiplicity الناحية التانية عبارة عن ايه؟ فالmultiplicity الناحية التانية بقت واحد. يبقى هي هنا has only one or more، يبقى انا ممكن الكاستمر يبقى ليه اكتر من credit card، بس credit card ما ينفعش يتربط غير بكاستمر واحد. فدي هو يعني السطر ده معناه multiplicity الناحية التانية. ماشي. A customer owns one or more، دي خلاص. اوكي دي قلناها خلاص. بعد كده ال credit card ليه issuer و owner name و card number و expiry date. فدي ال credit card دي ال properties بتاعته issuer و owner name و owner name و card number و expiry date. تمام. ال customer use zero or more shopping cards. انت في shopping cart والcustomer، يبقى الcustomer uses zero or more shopping carts اللي هو بيشتري بيها اونلاين. طيب الshopping cart دي can be associated with one and only one customer. نفس الكلام multiplicity الناحية التانية. فيبقى الshopping cart ما ينفعش ترتبط غير بcustomer واحد بس. اوكي شوبينج كارت اوكي نفس الكلام الشوبينج كارت ما ينفعش ترتبط غير مع كريدت كارد واحد بس associated with كريدت كارد واحد. فيبقى الشوبينج كارت علاقتها associated with one and only، اسف الشوبينج كارت associated with one and only one كريدت كارد، دي العلاقة. بعد كده دي خلاص الشوبينج كارت contain zero or more items to purchase. فيبقى احنا كده عندنا items to purchase اللي كنا حطناها قبل كده. حطناها قبل كده. يبقى دي كده ال object اولانية shopping cart can contain or contain، دي العلاقة multiplicity zero or more items to purchase، دي ال object التاني.
يبقى الشوبينج كارت contains zero or more items to purchase. اوكي، وال item to purchase can be associated with one and only one shopping cart. يبقى ادي ال object وادي العلاقة وادي المالتيبلستي وادي الاوبجكت التاني اللي هي هتركب على نفس العلاقة اللي قبليها. دي مجرد بتقول المالتيبلستي الناحية التانية، فيبقى هي هنا ايه بترتبط ب one and only one shopping cart اهي. يبقى انا كده عرفت المالتيبلستي في الناحيتين بالطريقة دي. واخيرا اخر رول عندي انا حاطه اللي هو الشوبينج كارت ليها بروبرتيز اللي هي الكارت نمبر والنمبر اوف ايتمز والتوتال برايس. ادي الكارت شوبينج كارت اللي هي الكارت نمبر والنمبر اوف ايتمز والتوتال برايس بس. فده كده يبقى احنا كده عملنا موديلنج اليو ام ال بتاع الافكار اللي احنا حطيناها للموديل اللي احنا عايزين نعمله، بيربط الاونلاين بيرتشيز بالبروكيورمنت بتاعتنا. ازاي بربط ده بده؟ بس ده شكل الموديل. طبعا هتلاقي فيه مثلا اسهم داخله على بعضها كلام من ده، يعني انت ممكن تحرك دي هنا هنا يعني تنسق الموديل بشكل الطف شويه. بس ده كده ده الستاندردايز يو ام ال اللي انت ممكن تستعمله عشان تعبر عن اي موديل انت عايز تعمله في الباب. السلام عليكم.